أمل هي أصرت تفوت على هالفقرة لتخبر عن تجربتها مع ملح حمزان وقتها كانت بسوبر ستار. هو طلعت برنامج سوبر ستار والموسم الأول، كنا هيك هفتنين على التلفزيون وعم نحضر، قالوا لنا في واحد من شمستار من بيت زين عم بيغني. ايش في بيت زين بشمستار؟ كم صوته بيطلع؟ نحن دغري بصير بدنا نحسب. قالوا لنا يعني طفايلي طفايلي، قلنا لهم ايه في بيت طفايلي بس شمستار بعيدة أصلا، نحن بدناير غير. شوي طلع صوته حلو. وصل للنهائيات قام صرنا نحن بتعرفوا له هيدا من بيت زين اللي بسوبر ستار بيقربني. اصلا شو بدنايل وشو شو مستار هيك شو بتقولوا؟ يعني ما بدنايل هيك وشو مستار هيك هيك. صح وهيك هيك نحن بيفصلنا ضيعتين بس. بعدين بلشت الحلقات، صرنا قاعدين على هالساطح مادين خط ساتلايت سرقه عايزين هالجيران. اول ما يطلع ملح مزين ننزل دابك 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 نوتبوك نوتبوك، تقول لو صبين ساطح مش حننبسط على لحد هلا ما عم بفهم شيء بس ما بيأثر. ايه وبعدين اجى وقت التصويت، والله نحن كان بدنا نصوت لك بس والله اكثر واحد بالحاكم معه كالكيوليتريس واللي معه تليفون معي هالقد بحطه على خصره مع كتلة المفاتيح وبيتخلاش عنه حتى بالرأس ما فيهوش بده يتخلى بحط المفاتيح يعني استرجع تقول له لواحد عيرني تليفونك ما هودي المساجات اللي على 1475 10 دولار أني كان بدي صوت لك بس نحن حتى بالبيت أهلي لغين 03 بس كنا مأمنين قلنا أكيد حينجم عليكم الله صوت طلعت النتيجة وجنت المنطقة ورع البقاع سكتوا عن النتيجة عملنا صاد ولعت الدنيا نص العالم نزلوا على الاستوديو بلشوا تكسير والنص طلع على ساحة شمستار ونبكي ونعيط هلا عن جد بكيتوا وقتها؟ كتير بكينا يعني كان شو حلم قدامنا وتبخر فجأة انه بالنسبة لنا يعني شو بروجرام اول مرة هاي المواسم مش معودين